المجلس الوطني لحقوق الإنسان واعي تماما الوعي بأنه الأطفال لابد أن يستشاروا فيما يريدونه وفيما يختارونه، ولا أن يستعملون في مآرب أخرى ليست هي من اختصاصهم. استشارات ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان هي أن نعمل من هذه الاستشارات من مبدأ ديال الاستشارة إلى مشاركة مؤسسة، بمعنى أن الأطفال يكون هناك نصوص قانونية وآليات تمكن الأطفال بشكل مستمر في تقرير مصيرهم بهذا البلد. ثانيا، بأنه كذلك نحن على الأمد القصير سنقوم على كذلك الأطفال سيقدمون تقريرهم للأمم المتحدة للجنة ديال الطفل لحقوق الإنسان خلال سنة 2024، بمعنى أن هذه أول تجربة بهذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وكذلك بإفريقيا كلها، أن الأطفال المغاربة سيقدمون تقريرهم لهيئة الأمم المتحدة.